أهلا بكم. أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1500 حالة، وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيسف في بيان مشترك إن الوباء توسع إلى 285 مديرية في 21 محافظة، مع تلقي بلاغات للمرة الأولى عن وجود حالتين يشتبه إصابتهما بالكوليرا في حضرموت. في هذه الحلقة مشاهدينا نتوقف عند هذا الخبر لنناقش تداعيات انتشار وباء الكوليرا وجهود الحكومة والمنظمات الدولية في مواجهته. يواصل عداد ضحايا جائحة الكوليرا بالارتفاع مهددا بالتحول إلى كارثة كبرى، وهذا ما تؤكده المنظمات الأممية التي تشير إلى أن وباء الكوليرا في اليمن يمثل أسوأ كارثة في العالم في الوقت الراهن. 285 مديرية من أصل 333 هي كل مديريات البلد اجتاحها الكوليرا مخلفا وراءه ضحايا بالمئات. يحدث كل هذا في حين لم تستطع كل جهود المنظمات الدولية وجهود الحكومة مواجهة هذه الجائحة أو التخفيف من حدتها، ولا يبدو أنها في طريقها للتغلب عليها في وقت قريب. نتابع النقاش بعد هذا التقرير. مع تجمد السياسة في اليمن دخلت الكوليرا في سباق مع الحرب، حيث أضحى المواطن محاصرا بين موتين ولا حياة، وهي الحياة المنسية في حسابات السياسيين وحتى المنظمات الدولية التي تكتفي بإصدار التحذيرات وعقد المؤتمرات. This is the world's largest cholera outbreak. تقول وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسف الذي عقد في صنعاء أن الوضع في غاية الخطورة لدرجة الانتشار السريع للوباء الذي توسع جغرافيا ليشمل 285 مديرية في 21 محافظة. Between the 27 of April and the 30 of June we ففي الفترة من 27 من إبريل وحتى 30 من يونيو بلغ عدد الإصابات بالكوليرا 246 ألف حالة، وصلت إلى المعدل الدولي للإصابة بالوفيات في ظل وجود بلاغات عن 1500 حالة وفاة وفق بيان منظمتي الصحة واليونيسف. انهيار المنظومة الصحية وانقطاع الرواتب جعل من الكوليرا بتحذير منظمة اليونيسف أسوأ وباء على الإطلاق، بل وبمستوى غير مسبوق، وهو ما يعقد من أمر مكافحة هذا الوباء الذي يستلزم بحسب الصحة العالمية تضافر جهود قطاعات المياه والإصلاح البيئي والصرف الصحي والصحة والتعليم. حرب وكوليرا، والضحية الأولى هم الأطفال، حيث تقدر منظمتا الصحة واليونيسف نسبة 50% من الإصابة للأطفال، بينما تسجل المنظمتان يومياً 5000 حالة إصابة. يلد الأطفال في اليمن ولا يقدر لهم وفق منظمات دولية رؤية نور الحياة، فربع الوفيات من وباء الكوليرا من الأطفال، ففي كل دقيقة يمنية هناك طفل يتم الإبلاغ عن إصابته بالكوليرا، من بين مليوني طفل معرضين لاحتمالية فقدان الحياة. إذن ينضم إلينا مشاهدينا من صنعاء المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأستاذ زيد العلاية. مساء الخير أستاذ زيد. مساء النور أستاذ. أهلا بك أستاذ زيد. يعني تتوسع الكارثة ليس فقط في المناطق التي أصيبت بالكوليرا، وإنما بمناطق جديدة سجلت حالتين في حضرموت، حالتين مشتبه بهما، يرتفع عدد الضحايا كل يوم. حدثنا عن الجهود التي تقوم بها لمواجهة هذا الوباء. سيدتي الكريمة، الأمم المتحدة تقوم بأقصى مجهود، ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف قامت بجهود كبيرة فيما يتعلق بإضافة مادة الكلور إلى خزانات عديدة في أمانة العاصمة ومدن أخرى. قامت بافتتاح مراكز متحركة في مناطق كثيرة، ولكن يبقى هذا كله ليس بحجم الكارثة الكبيرة. الأمم المتحدة تدعو المنظمات الدولية والمانحين إلى سرعة إيجاد تمويل لمحاربة الوباء الخطير الذي ينتشر بشكل غير مسبوق. قيل في المؤتمر الصحفي أن هناك طفل يصاب كل دقيقة، وأكثر من 50% من الإصابات الموجودة هي بين الأطفال. ونظرا لأن اليمن تعاني من مجاعة وشيكة لما يقارب من 6 و 18
مليون يمني معرضين لمجاعة وتيكة، فهذا يجعل من قابليتهم للإصابة بمرض الكوليرا شديد جدا. هناك أيضا المنظومة الصحية تعاني من سوء شديد، فهناك ما يقارب من 45% من المرافق الصحية لا تعمل، والبقية تعمل بإمكانيات بسيطة. عدم الحصول على مياه نظيفة، خدمات الصرف الصحي منعدمة، والصراع الدائر يمنع ملايين اليمنيين من الحصول على ماء نظيف. وبداية أيضا نتحدث عن بداية موسم الأمطار، كل هذه تجعل من انتشار مرض الكوليرا سينتشر بشكل غير مسبوق أبدا. نعم، لكن أود أن تحدثني أيضا عن مدى الاستجابة لهذه البيانات التي يتم إطلاقها للمؤتمرات الصحفية التي يتم الحديث عنها، خاصة أستاذ زيد يعني هناك مناطق نائية لا تصل إليها هذه الجهود الدولية. يعني أنت تحدثني عن جهود جبارة تقوم بها الأمم المتحدة في صنعاء، في أماكن ربما يعني تستطيع الوصول إليها. ماذا عن المناطق النائية، عن القرى، عن الأماكن التي ربما حتى لم يصل إليها الإعلام ولا يعلم مدى تطور الوباء هناك؟ نعم، أتفق معك في هذا، ولكن تعرفين أن هناك أماكن صراع لا تستطيع أن تصل إليها المتحدة، وندرك تماما بأن هناك أيضا يتم تسجيل إصابات ولكن لا تستطيع الوصول إلى هذه الأماكن. نحاول الوصول إليها عبر شركائنا في المنظمات المحلية، كما قلت النداءات التي تقوم بها الأمم المتحدة فيما يتعلق بزيادة الدعم. إلى هذه اللحظة نحن الآن في بداية شهر 7، لم يصل إلينا من خطة الاستجابة الإنسانية التي قدمها السيدة ماك جولدبرغ بطلب 2.1 مليار، لم يصل إلينا إلا أقل من 30%، وأنت تثبتين هذه الفجوة الكبيرة. نحن نعمل بإمكانيات صحيحة، ملايين من المسلمين لا يستطيعون شراء الطعام بسبب انعدام الرواتب، والمنظمات الإنسانية تعاني من شحة في الموارد، وهناك تدهور للحالة الإنسانية كبير جدا. نعم، أتفق معك في مسألة ربما المناطق التي بها نزاع أستاذ زيد، ولكن هناك مناطق لا يوجد بها أي نزاع، وإنما لا توجد بها ربما مكاتب للمنظمات الدولية، ولا يوجد بها إعلاميون ينقلون ما يحدث. ريمة، حجة، الحديدة، الضالع، كثير من المناطق التي تقتل بالوباء ولا تقتل بأي شيء آخر، يعني المدن التي فيها الحروب ربما تكالبت عليها جميع الظروف، ولكن مثل هذه المدن ربما تستطيع الوصول إليها المنظمات الدولية، فلما لم تصل حتى الآن؟ لدينا أستاذتي الكريمة، لدينا فرق تتابع ما ينشر في كل وسائل الإعلام، من ضمنها قناتكم وقنوات محلية أيضا ومواقع إلكترونية، نقوم بمتابعتها على مدار الساعة، وإذا وصل إلينا تقرير من هذه التقارير نقوم بحشد وإنزال فريق كامل، ونستجيب لكل النداءات التي تصل إلينا. ولكن المشكلة الرئيسية هناك إمكانيات شحيحة كما قلت لك، ونحاول أن نركز على الفئات التي هي أكثر ضعفا، نركز على فئة الأطفال وأيضا كبار السن. هناك ما يقارب من 30% من الإصابة التي سجلت تكون هي من كبار السن، وكما قلت ان المجاعه وقله ما يعانيه المسلمين من عدم وجود امن غذائي يعرضهم ويقلل من امكانيتهم لمقاومه هذا الوباء. هناك يتم تسجيل حاله اسهال حاده بين الاطفال كل دقيقه، الرقم مهول ومخيف جدا. إذا ما مدى استجابة المنظمات الدولية التي تدعى من قبل الأمم المتحدة لعمل حلول عاجلة لما يحدث، خاصة يعني وهناك أمور متعلقة بالمجاعة كما تفضلت، ربما سوء التغذية هو أحد مسببات وباء الكوليرا، فكيف تتصرفون حيال كثير من النقاط أو الإشكاليات التي تواجهونها حتى تستطيعون السيطرة على هذا الوباء؟ نحن نعمل على مدار الساعة مع شركائنا. هناك ما يقارب من 120 منظمة دولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات محلية تعمل في المجال الإنساني. قبل يومين وصلت طائرة محملة بعديد من الأطنان من المواد الصحية تبع اليونيسف، وأيضا هناك طائرة وصلت لمنظمة الصحة العالمية، ولكن نحتاج المزيد. الكارثة كبيرة، ولكن حجم الاستجابة من المنظمات المانحة ومن الدول المانحة لا يزال بعيد جدا عن حجم الكارثة التي يعانيها اليمن واليمنيون. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ زيد العلاي المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف من جيبوتي المتحدث باسم اليونيسف السيد محمد الأسعدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليك وعلى الجمهور الكريم. ربما دعني أبدأ معك، منذ انتهينا مع الأستاذ زيد يتحدث عن وصول ربما مساعدات إنسانية باسم اليونيسف خاصة بوباء الكوليرا، حدثنا عنها.
في الحقيقة هذه الطائرات التي وصلت في الأيام الماضية أكثر من حوالي 3 طائرات تحمل أكثر من 36 طن من الإمدادات الطبية وبعض الإمدادات الخاصة بتنقية المياه وتنقية مصادر المياه نفسها، وبالتالي هذه تسهم في ليس فقط في العلاج ولكن أيضا في تعزيز الوقاية. أيضا هناك كان كميات كبيرة من محاليل الإرواء، وهنا جزئية مهمة جدا أريد أن أركز عليها، أن كل الإسهالات المائية الحادة التي تصيب المواطنين صغارا وكبار ليست بالضرورة كوليرا، ولا تحتاج ربما في الأساس إلى علاجات متقدمة مثل المغذيات العلاجية أو المضادات الحيوية، قد تحتاج محلول الإرواء فقط واستخدام كثير من السوائل وبالتالي يتجاوز الإنسان هذه المرحلة. لكن كمية الوعي وكمية المخاوف التي لدى المواطنين خصوصا بأن مع تدهور النظام الصحي تدفع بكثير بالعشرات بل بالمئات من المواطنين للتوجه إلى المرافق الصحية، ويشكل الأمر ضغطا على هذه المرافق الصحية خصوصا أنها باتت لا تستطيع أن تشتغل بكفاءتها الكاملة نظرا لعدم توفر الموازنات التشغيلية أو لعدم توفر الكوادر الطبية بسبب عدم صرف رواتب هذه الفرق الطبية. نعم إذن تفضل. نعم كنت أريد أن أقول أيضا أن المسألة لا تستطيع، إذا كنا نتكلم عن إمكانات وصلت إلى البلد، منظمة الصحة العالمية وصلت 400 طن بما فيها مساعدات خاصة من اليونيسف لمكافحة سوء التغذية. لدينا أزمات متداخلة ومعقدة عزيزتي، لدينا سوء التغذية بتفاقم مستمر، لدينا أزمة صحية الآن طارئة وهذا الوباء في حالة طارئة، لدينا أيضا مشكلة في التعليم، لدينا مشكلة في الصحة، لدينا مشكلة في المياه، لدينا مشكلة في الخدمات العامة المختلفة بما فيها الكهرباء، مواطنون بلا كهرباء منذ عامين ويزيد. تحدثي عن هذه المخاطر المختلفة التي تواجه اليمنيين، وكنا نحذر من هذه القناة ومن أكثر الناس وفي مؤتمرات صحفية مختلفة أن الوضع الصحي والخدمات الاجتماعية ستنهار في حال استمرار هذه الحرب وعدم الاعتناء بهذه الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية بشكل عام من قبل أطراف الصراع ومن قبل المانحين على حد سواء. إذن أستاذ محمد، يعني كما تفضلت هناك أكثر من يعني مشكلة تتداخل مع الأخرى لتسبب مشكلة أكبر، كيف يمكن يعني السيطرة على مثلا وباء الكوليرا في ظل أنه يتوسع ونسمع عن مناطق جديدة يصل إليها غير أنه يتسع في نفس المنطقة الواحدة، كيف يمكن السيطرة عليه بهذا الشكل؟ إذا ما تحدثنا عن الوباء كخصم أو كهدف لاحتوائه فهو هدف متحرك ليس هدف ثابت يمكن احتوائه في منطقة معينة. المريض المصاب بالكوليرا ممكن أن ينتقل إلى منطقة أخرى وبالتالي يسبب ينقل الوباء معه. أيضا المواد الغذائية التي تنقل، المياه التي تنقل، كل هذه أسباب متحركة لا تستطيع أن تحصرها في مكان جغرافي معين وبالتالي صعب السيطرة عليها إن لم يكن هناك معالجات أو إجراءات وقائية مسبقة، بمعنى أن يتم معالجة الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي، أن يتم دعم صناديق النظافة بحيث يتم رفع القمامة أولا بأول، وأيضا معالجة القمامة من خلال المتخصصين والإجراءات التي تتبعها صناديق النظافة والبلدية، أيضا توفير مياه شرب نقية للمواطنين في المدن والأرياف. إذا كان مصادر المياه، إذا كانت مصادر المياه الآن اختلطت بمياه المجاري، فبمعنى أنك مهما عالجت المريض سيخرج سيعود مجددا للمنزل ويصادفه الوباء مرة ثانية في البيت. وكما قال ممثل الصحة العالمية في المؤتمر الصحفي بالأمس، لا يمكنني أن أبني مركز لمعالجة الإسهالات وأدعمه بكل اللوازم وأرفض الطاقم حتى بالإمكانات المادية والمجاري المياه والمجاري تتدفق أمام هذا المرفق الصحي، بمعنى أنك إذا ستعالج المريض وسيعود به الفيروس وتعود به البيئة الغير مناسبة إلى المستشفى مجددا. نعم. بمعنى أننا بحاجة إلى معالجة الأسباب، ما لم يتم معالجة المسببات لهذه الأزمة وهذا الوباء سيستمر وبالتالي ستكون جهود الاستجابة لي كبيرة، خصوصا نحن في موسم الصيف وموسم الأمطار وبالتالي كثير من المناطق عرضة لهذه الأوبئة. نعم. وليس بالضرورة كوليرا كما قلت، هناك إسهالات مائية حادة قاتلة أيضا إلى جانب الكوليرا. نعم إذن ابقى معنا أستاذ محمد، ينضم معنا عبر الهاتف أيضا من الرياض وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. مساء النور.
إذن الدكتور، يعني بحسب آخر الإحصائيات فقد بلغ عدد حالات الوفاة بالكوليرا حوالي 1500 حالة وأكثر من 240 ألف حالة اشتباه بالإصابة. استمعنا لحديث الأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف، وأيضا الأستاذ محمد زيد العلاية المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويعني مدى ما يقومون به من جهود لمحاولة السيطرة على هذا الوباء. أود أن أستمع منك لجهود وزارة الصحة في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، عيد مبارك للجميع، وإن شاء الله تعالى يعود علينا والشعب اليمني في أمن وسلام ورخاء وصحة. الوضع في اليمن ولله الحمد يعني بدأت هناك بوادر طيبة، ولو إننا لا نستطيع الإعلان عن احتواء المرض إلى الآن، لكن في تقدم ببعض المناطق بسبب طبعا توفر الأدوية والمستلزمات. ما هي هذه المناطق؟ يعني نود أن تطمئننا معك. يعني مثلا كانت أمانة العاصمة هي المنطقة الأكثر انتشارا، الآن بدأ يقل في أمانة العاصمة. طبعا هناك مناطق كثيرة زاد أو مناطق مختلفة زاد فيها العدد، مثلا محافظة تعز ومحافظة الحديدة ومحافظة حجة. هذه المناطق الثلاثة الأكثر الآن انتشارا، إضافة إلى محافظة عمران ومحافظة الضالع، بداية انتشار في محافظة حضرموت حالتين، ولو أني أنا أعتقد بأن سبب الانتشار في بعض المدن كما أسلف الأخ الذي ضيفكم العزيز بأنه تنقل المواطنين من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى يؤدي إلى انتشار الأمراض. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الانتشار الأمراض ما زالت لم تحل، منها يعني النفايات المتراكمة المكومة في الشوارع، المياه الغير نقية. نعم، من سيحل هذه الإشكاليات دكتور؟ يعني طبعا كان هناك يعني عمل دؤوب من وزارة الصحة، وتم توقيع اتفاقيات مع كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمات الدولية بالشراكة والتمويل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدول الشقيقة والصديقة. تم إيصال معظم الأدوات وتم تسليمها مباشرة لمنظمة الصحة العالمية التي تعهدت لدينا وبحضورنا كوزارة الصحة بأنها ستتولى الإشراف وإيصال كل هذه المعدات إلى جميع محافظات الجمهورية دون أي استثناء. وهل تم ذلك؟ عندما أقول المحافظات الجمهورية أقصد المحافظات الموبوءة دون أي استثناء، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. هل تم ذلك دكتور؟ نعم تم ذلك، وتم أيضا تسليمهم المعدات بوجودي في، ووصلت المعدات الطبية إلى مخازن منظمة الصحة العالمية في عدن، وأيضا وصلت المعدات 67 طن إلى مخازن منظمة الصحة العالمية في صنعاء عبر مطار صنعاء الدولي منذ أكثر من شهر ونص، وأيضا تم تسليم منظمة الصحة العالمية مبلغ 8,224,000 دولار من مركز الملك سلمان لهذه المهمة، وأيضا تم تمويل منظمة الصحة وأعمالها واليونيسف والأعمال المنظمات الدولية باليمن ب 66 مليون مؤخرا و7 من 10 مليون دولار. فنحن الآن في هذا العمل الدؤوب، وأيضا جهد وزارة الصحة للتواصل. كما تعلمون أن وزارة الصحة أيضا عندها موازنات خاصة بصحة باليمن، ولكنها عملها بالتشاور، عملها بالتواصل، وحتى الشركاء أيضا هناك الآن باخرة تركية على وشك الوصول إلى ميناء عدن، على متنها مستشفيين، إحداهما سيكون في مستشفى الصداقة في عدن والآخر في تعز. أيضا هناك أدوية ومستلزمات بطائرة تركية قريبة الوصول إلى مطار عدن الدولي، إضافة إلى المساعدات الطبية الخليجية من الدول الخليجية تتوالى. هذا طبعا نحن بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية ومع مكاتب الصحة بالجمهورية، نحن من خلالكم ومن خلال قناتكم كما أوضحنا وطالبنا من خلال قناة يمن شباب ومن خلال قناة العربية، أنه على الإخوة في مكاتب الصحة بالجمهورية موافاتنا بكل ما وصل إليهم
من هذه المنظمات كونها استلمت مننا كل المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات وأيضا استلمت الأموال. فنحن نريد من الإخوة اللي في الميدان أن يواصلوا وزارة الصحة ما الذي وصل إليهم وبالتفصيل حتى نستطيع وضع الآن أيدينا على الأداء والتواصل مع هذه المنظمات في حالة التخطير. نعم، سأعود إليك دكتور بعد أن أسأل الأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني في ظل يعني حديث الدكتور شوقي يتحدث عن ملايين تم تسليمها لمنظمة الصحة العالمية ولمكاتب الصحة المنتشرة في عموم الجمهورية اليمنية، أود أن أسألك يعني كونكم إحدى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ما مدى استجابة المانحين في مواجهة هذه الأزمة، خاصة يعني وكل فترة يظهر بيان جديد لأزمة جديدة في ظل أوضاع صعبة متلاحقة؟ ثلاث نقاط هنا. النقطة الأولى، أولا التعهدات التي أعلنها مركز الملك سلمان، مشكورين، أعلنوا عن تبرع ب 66 مليون دولار لمنظمتي اليونيسف والصحة العالمية. هذا التعهد لم تصل هذه الأموال حتى الآن إلى حسابات اليونيسف، نشكرهم على هذا الالتزام ونشكرهم على هذا التعهد، ونتمنى أن يتم تحويل هذه المبالغ بأقرب وقت ممكن ليتم برمجتها وعكسها على الميدان مباشرة. هناك فعلا النقطة الثانية، هناك إرهاق للمانحين بأزمة اليمن، أزمة سوريا، أزمة العراق، أزمات القرن الأفريقي، أزمات أفريقيا وأزمات العالم، وبالتالي يشعر المانح التقليدي بشكل عام وهو باتجاه الغرب بشكل عام بالإجهاد أمام هذه الأزمات المتتالية التي لم تحل حتى الآن. ثالثا، هناك اليونيسف لم تتوقف، اليونيسف لديها تمويل من البنك الدولي ومن بعض المانحين الغربيين، وبالتالي قمنا بتحويل كثير من هذه المبالغ التي خصصت لبرامج ومشاريع أخرى للاستجابة لطوارئ الكوليرا، وبالتالي نحن لم نتوقف، نحن نواصل العمل ونواصل العمل ليل نهار حتى يوم العيد ونحن نشتغل. كنت يوم العيد هنا في جيبوتي، كنت قبلها كنت في وزملائي في مختلف المحافظات يعملون ويواصلون العمل بلا توقف في المرافق الصحية المختلفة في محافظات عن طريق الشركاء المحليين والدوليين والسلطات الصحية على حد سواء، بصراحة تعاملت بمسؤولية تجاه هذا الوباء وهذه الكارثة. ولكن كما أشار الدكتور وكيل الوزارة الشرجبي أن الإمكانات محدودة إن لم تكن معدومة بالأساس لدى السلطات الصحية، وبالتالي تعتمد اعتمادا كليا على ما يتبرع به المانحون وعلى جهود المنظمات الدولية. وبالتالي نحن لدينا مشكلة مركبة، لدينا أزمة خانقة قبل هذه الحرب، أتت الحرب وضاعفت الأزمة وجعلت منها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بل قال عنها ستيفن أوبراين أنها الأزمة الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ونأتي الآن ولدينا أزمة جديدة وهي أزمة صحية فوق كل هذه الأزمات، بمعنى أننا ما نسد ثغرة إلا وفتحت ثغرات. صحيح. وبالتالي سيشعر المانح بالتعب، سيشعر العامل في الميدان بالتعب أيضا، ما لم يتم إيقاف هذه الحرب عزيزتي، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي وجلوس الفرقاء السياسيين في البلد على طاولة الحوار والنظر لحال هؤلاء الأطفال الذين تعرضون صورهم الآن ومصابين بسوء التغذية، على أن هؤلاء سيكونون قادة في المستقبل وسيحاكمونهم على كل ربما هذه الرسالة توجهها أكثر من مرة عبر قناة بلقيس أستاذ محمد. ونحن نشد على يدك فيها. صحيح، منذ عام يعني وأنت تتحدث عن كارثة. ما لم يتم إيقاف الحرب. يكفي لا يكفي هؤلاء الوفيات، لا يكفي عدد الأطفال الذين يموتون ويقتلون ويشردون ويجندون وملايين النازحين، ألا يكفي هذا أن يكون دافعاً لهؤلاء الأطراف السياسية بأن يقفوا على طاولة الحوار ويتعاملوا بمسؤولية تجاه هذه الأزمة وتجاه هؤلاء المواطنين؟ بحت الأصوات ونحن نقول يكفي حرب، يكفي مساعدات، يمكننا أن نتعاون معاً وأن نخرج إلى مرفأ آمن لهذه الأزمات التي أحبطت اليمنيين وعصفت بكل ما لديهم حتى من أمل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف، كنت معنا عبر الهاتف من جيبوتي. أعود إليك دكتور شوقي. دكتور شوقي، يتحدث المانحون عن مبالغ طائلة يعني يقدمونها، ولكنها للأسف إما أن تتأخر وإما لا ترى النور، يعني 66 مليون دولار لم تصل حتى الآن لليونيسف، متى ستصل والحالة كارثية كما تعلم، لما لا يتم الضغط على هذه يعني على هؤلاء المانحين لسرعة سداد ما أعلنوا عنه حتى يتم السيطرة على هذه الجائحة؟
أولا يجب التفريق بين الوعود وبين الاتفاقيات. نعم. الاتفاقيات وقعت بوجود وزارة الصحة اليمنية وبعقود واضحة وبتواريخ مؤرخة ويتم تسليمها بناء على إنجازات معينة من منظمة الصحة العالمية. نعم. نحن نريد منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والمنظمة الدولية التي وقعت العقود بمبالغ محددة أو بتواريخ محددة أو بأعمال محددة أن ترفع إلينا وتقول لم نستلم المبالغ. نعم. نحن لا نريد كلام يقال بأنه لم نستلم. إذا كان الوعود العقود وقعت أمامنا وبوجودنا وبتواريخ وأوقات محددة التنفيذ. فإذا كانت هذه المنظمة تقول نحن لم نستلم من مركز الملك سلمان أو غيره من المنظمات، فهذا يجب أن يكون الأمر واضح منها برسائل لوزارة الصحة رسمية. إلا أني أجزم وأؤكد بأن المبالغ دفعت، ونحن نطالب من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وكل المنظمات أن تكون شفافة بتعاملها معنا. نعم. للأسف الأستاذ محمد الأستاذ محمد لم يعد معنا، يعني فهو لا يستمع إليك الآن حتى أتيح له فرصة الرد، ولكني أعدك بأن سيتم التواصل معهم في هذه النقطة للتوضيح، إما أن يرسلوا لكم برسالة واضحة بأنهم لم يتسلموا هذا المبلغ أو أن يوضحوا الصورة. نعم. وماذا أنجزوا من أعمال وأين صرفت المبالغ وأين وزعت الأدوات التي أرسلت في مركز الملك سلمان قبل أكثر من شهر ونص إلينا؟ المحافظة تقول لم تصلها والمنظمة تقول نحن أوصلنا. نريد من المنظمة أن تكون تعاملها خطيا ورسميا، أما التعاملات الشفوية لا يتعامل معها. نعم. إذن يعني برأيك دكتور، يعني ما إذا تم تسليم هذه المبالغ وهذه المواد التي تتحدث عنها من أطنان للأدوية ولمعالجة هذا الوباء، ما مدى إسهام هذه المبالغ وهذه الكميات في إيقاف هذا الوباء؟ طبعا كما أسلف نحن لا نستطيع أن نقول اكتفينا، ما زالت اليمن والوضع الراهن يحتاج إلى المزيد من الدعم من الإخوة الشركاء وأيضا الأصدقاء والمنظمات الدولية تقوم بواجبها تجاه هذا البلد الذي قد كان تخلص من هذه الأمراض من فترة طويلة. نعم. ولكن بسبب نشوب الحرب وسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر فيها البلاد رجعت هذه الأمراض وأرجعتنا إلى العهود إلى عهود سابقة. نعم. إذا شكرا جزيلا لك الدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أسأل الله السلامة لنا ولكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى كونوا برعاية الله وأمنه.